ثم اليوم كتشاهدوا معنا واحد صور جد شنقول جد مؤلمه الكارثيه للمطرح العمومي ديال ورزازات اللي كيجمع ما بين جامعه ترميكت وبلديه ورزازات. مده هذه كان ثار واحد الضجه كبيره انه الازبال وصلت حتى للطريق الوطنيه، يعني الرابطه ما بين ورزازات واقليم زاكوره. اليوم عاوتاني كيتكرر نفس المشهد، انتم كتشوفوا الصور ربما راه غنيه، يعني الصور كتهضر على راسها، ما تحتاج انني نوصفها. قمه في المأساة والكارثه ان نشوفوا بحال هذه المشاهد في مدينه بحال مدينه ورزازات اللي معروفه بالجماليه ديالها، معروفه بالهدوء ديالها، اللي معروفه ثاني عالميا وحتى وطنيا بهوليود افريقيا، وحنا اليوم في خرجه ديال اقليم ثاني زاكوره وما ادراك ما زاكوره والجماليه ديال هذه الاقاليم هذو. ولكن للاسف حنا كنشاهدوا هذه الصور هذه وربما تنتألموا اكثر من ما عرفت صراحه، لان التعبير كيخون كان كتعبر بحال على هذه المواقف هذو. هو تدبير مشترك ما بين جامعه ترميكت وبلديه ورزازات. احنا ما عرفناش كيفاش مادام انه كاين هناك تدبير مشترك علاش كيتم يعني تراكم الازبال حتى توصل للطريق الوطنيه. هنا خاص المسؤولين انهم يوضحوا هذه القضيه هذه، واش كاين المشكل في الاعتمادات، واش كاين المشكل في الشراكه اللي كاين بيناتهم، يعني خاص الامور توضح. جا في واحد المنطقه اللي هي استراتيجيه، ملي كنهضروا على ترميكت الخرجه ديال ترميكت وقرب ديالو من بحيره السد المنصور الذهبي، فبالتالي فهو كيشكل شويه اشكال على الفرشه المائيه. كذلك الجانب ديالو، انا من اكبر تناقضات انه من الجانب ديالو كاين الحزام الاخضر وما ادراك ما الحزام الاخضر وما اثار كذلك من جدل. فبالتالي حنا كنطرحوا بزاف ديال التساؤلات، اين المنتخبين، اين رؤساء المجالس يعني ديال هاد جوج الجماعات اللي هما كيسيروا وتدبير ديال هذا المطرح. فبالتالي هناك غموض، وكتشاهدوا معنا الوضعيه فين وصلت الكارثه انه الطريق قرب انها تسد بالازبال. الساكنه اللي قربه من هذا المطرح دواوير ديال تجده وتجميل جديد وكذلك تفراتين وثلاث، فهي دائما كتشكى من مخلفات ديال هذا المطرح، سواء الروائح الكريهه. احنا واقفين دابا على بعد امتار من هذا المطرح وكتوصلنا واحد الروائح كريهه جدا. الدخاخيل اللي كتطلع بالليل اللي ناتجه عن حرق الازبال، المشكل ديال البعوض، المشكل ديال الفئران، المشكل ديال الشنيوله اللي منتشر في المنطقه كثير، خصوصا دابا مع كتسخن الحراره شويه كتكون هاد الحشره هذه. فبالتالي المشكل راه كبير، ونتمناو ان السلطات انها تدخل في اقرب وقت، على الاقل تنقيه الطريق ووضع حد لهذا المشكل ديال هذا المطرح العمومي. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.